احنا دلوقتي هنكمل الحلقه مع شريف احنا كنا بنتكلم في فن تصوير الاكل والاحنا ع... احنا عارفين ان الاكل نفسه فن تصوير الاكل كمان فن يعني انا مع طبق مكرونه من مكرونه خضراء وصوص احمر وشويه جبنه بارميزان ابيض آه من الجبنه واحمر من الصوص واخضر من ال... من المكرونه يعني انا كده واخد علم ايطاليا خلينا نشوف نكمل مع شريف عملنا ايه مع بعض تمام يبقى السؤال اللي اهم حاجه بالظبط طب إيه اهم حاجه اه تمام كده بص انت واخد بالك انا مش, مش مهتم باللي ورا ده خالص انا حصور من زاويه واحده اوكي فالزاويه بتاعتي هي هنا هو ده اللي انا بركز عليه مش هقعد اضيع وقت في اللي ورا تمام اوكي نعم. ففي ساعات ناس بتصور معايا بيقول لك طب ما تصور لنا كذا زاويه مافعش احنا متفقين يعني unless بقى بنتفق على ان احنا عاوزين دي صوره ودي صوره دي ليها حسبه ودي ليها حسبه ده وش وده قفه اهم حاجه في الحاجه في في الموضوع ده ان انا لازم بثبت الحاجه اللي انا بعملها اول باول بي. اوكي فبستعمل خلال سنين وساعات بستعمل دبابيس حسب البقى. اوكي بص الحته دي مثلا عايز ادخلها لجوه شويه بروح حاطط كده ومثبت تمام نيجي بقى ننزل البرجر اهم حاجه بتقابلنا دايما مشكله في ان البرجر عمره ما بيجي قد الحاجه ساعات بيجي اكبر هو بص بالصدفة هو ده جاي قده بس لا مش صدفة مش. لا. صفرة. <applause> لا مش جاي قده بالظبط بص بقى بنعمل ايه اوكي نجيب السكينة دي مبدئيا مش هنحتاج البطاطس دي تاني اوكي ركز في الحته دي مهمه جدا م. ماشي بنيجي نفتح فتحه هنا الفتحه دي فكرتها ان انا اوسع او اضيق البرجر مم. على قد الساندوتش بتاعي انا كل ده مش هشوفه في الاخر آه. الا لو هعمل كده لازم اخلي بالي يعني كل يعني دلوقتي, دلوقتي باجي بقى, دلوقتي بقى دلوقتي هنا دلوقتي ببص كده اوكي واقعد افتحه لغايه ما يوصل للمستوى اللي انا عايزه واروح داخل بخل السنين تاني تمام استحسن تبقى طويله شويه عشان هي هتمسك فوق في, الـ في العيش في العيش مثلا وأثبت كل حاجة عشان ما ترجعش تاني مكانها. طبعًا مش مهم ده بيبرد معايا ساعات أو مش ساعات هو بارد أوريدي. آه... طب الموضوع بقى الدخان أو البخار اللي بيطلع من الأكل ده بيتعمل في مليون طريقة. في ساعات بنشرب سجاير وبننفخ في الـ في, في الشاليمو مثلًا. مثلاً. آه. آه في مواد معينة كيميائية موجودة برضو مخصوصة للموضوع ده. آه بتتحط بتتكسر بيعمل ميكس المادتين كده بيطلعوا دخان بيتحط ورا الحاجة آه عادة المواد دي مثلا في حاجات بنروح راميينها جوه سلطة جوه طبق مكرونة مثلا الحاجة وبيطلع البخار بتاعه آه يعني في كذا لقوا حلول مش مش البخار ده مش بتاع المنتج نفسه بالظبط يعني 99% من الحالات مش مستحيل اه انت اوريدي بتقعد انا بقول لك لو انت متخيل انت عشان تصور بقول سندوتشات ثلاث بقول... سندوتشات انت ممكن تقعد اربع ساعات بتعمل الساندوتش ده انا بعمل لك حاجه دلوقتي سريعه كده آه... نيجي مثلا انت حطيت بعد كده خاص بعد كده حطيت المسطره ارجع بقى اهم حاجه ده. آه. اه انت ما حطيتش جبنه بس ححب اتكلم في النقطه دي تمام مثلا الجبنه في آه... طريقتين او كذا طريقه في في بلاستيك في ناس بتحط بلاستيك بيكونوا عاملينه اوريدي حاجه زي الكاوتش كده وهي بتتشكل بتنزل لوحدها في ناس بتستعمل آآ آآ جبنه وسياحه بالسشوار في طريقه ظريفه جدا بنحط الجبنه في ميه مغليه هي بتسيح بس مش اي نوع جبنه يعني لازم اللي هي الجبنه اللي بيبقى آه. مغلف زي هي دي, دي مبدئيا انا شايف ان هي اوريدي هي واخده حراره سايحه سايحه يعني؟ بالظبط بالظبط آه. بص بص انت قطعت دي مش مضايقاني في حاجه لان انا مش هشوف منها غير مثلا حته هنا اوكي <applause> <applause> يجي بقى العميل واحنا بنشتغل يقول لي لا طب ينفع تبقى من هنا لا طب يعني بتبقى آه. كل واحد له حاجه عايز يشوف بيها حاجته تمام <applause> <applause> اوكي آه اهم حاجه في الستايلنج كمان التقطيع لازم يكون معاك سكاكين آه يعني, يعني اه اه يعني بالظبط بتبتدي مثلا تحط ده هنا وتجيب ده كده انت زهقت لا انا انا بتفرج يعني منبهر <applause> منبهر صراحه يعني كميه ال ال انا اول مره في حياتي اخش في سكه الاكل شدني في الموضوع ده لما حضرت تصوير كان فيه الكلام ده ما كنتش متخيل ان الاعلانات اللي انا بشوفها على الكباري او في الشوارع ما كنتش متخيل ان ان في كده. طب ده مثلا لو طب ده لو انا مثلا بصور منتج مثلا بيطبخ زي الفراخ او العص او ال... او السمك او البرجر. طب لو مثلا زي العصير؟ ما عصير بيبقى ميه بس لون. ده بيتعمل ازاي؟ الوان ب... برضو مش ال... مش المنتج طبعا ده. بيبقى عندك مشكله عامه في الالوان. اه عايزين واحده ثانيه ف... بيبقى عندك مشكلة عامة في الألوان. ااا آه، أنت بتشوفها حاجة وأنا بشوفها حاجة تانية. أنا في فلاش ضارب لو هشتغل بفلاشات مثلا في فلاش ضارب من ورا هي حي... من من قوته هيقلب لي لون عصير مثلا شفاف قوي فببقى محتاج إن أنا أزود اللون. هم. وده تزود اللون بقى يعني أي لون اللي هو الصناعي ده. بالظبط. طب في بقى الخلفيه بتاعت الخلفيه اللي كنت ايه كنا اتكلمنا عليها شويه كده مع ال... مع العيش. ده الخلفيه ب... مين اللي بيركبها برده الفود بعد ما يخلص دي بتخش هي بقى على الحته مثلا فص الثوم اللي مرمي هنا آه شويه الفلفل اللي معمولين هنا. بالظبط كل ده في ده ناس بتصور بالخلفيات دي وفي ناس بتقول لك لا انا هصور النهارده على ابيض بس. امم آه انت بتصور لا حسب حسب الشغل اه في شغلانات مثلا حد بيقول لي لا صور لي ده على ابيض انا هقصه الكمبيوتر وهركبه على اعلان معين الحاجات اللي بتبقى على علب المجمده دي عاده ما تتصور كده وفي ناس بتقول انا بعمل كتاب كتاب لازم الصوره نخش بقى في الاعتبار خشب انت في استثمار بقى من نوع تاني انت بتشتري مكونات مش عايز تستعملها كل مره لكل عميل فبتفضل عايش تندل في الاسواق اللي بيميز بقى ستايلست عن ستايلست تاني كيفية اختيار الحاجات دي الطبق المفرش الحاجات اللي جنبه الباك جراوند ايه ده تعاون كامل بيحصل ما بين المصور والستايلست والمخرج الفني اللي بيدير العمليه دي كلها احيانا احيانا بنندد الشغلانات بيبقى مطلوب احنا اللي نبقى المخرجين الفنيين بتقدم برزنتيشن للعميل تقول له شكل الحاجة بتاعتنا هتبقى كذا بيبقى في اجتماع بيتعمل مخصوص نتفق على كل طبق هيتصور في طبق لونه ايه؟ في خلفية بتاعته كوبايات لونها ايه؟ هيتحط عصير مش هيتحط عصير تفاصيل التفاصيل 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 بالظبط فالنهارده الموضة كلما قل كلما احسن يعني بقى احسن يعني بنسميها بنقول دو نوت اوفر بروب او اوفر ستايل ما تبالغش في الستايلنج قوي وركز على البطل بتاعك وهو الساندوتش ده مثلا آه انا بحاول اطلع حته بصل كويسه اه اهي آه. 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 أو انا بقى واحنا كنا عاملين بقى الايه المانجا البتاع زي ما انت شفت هو كارمل شويه خد لون بقى من الناحيتين تمام وده بقى طري جدا وعمل عمليه تركيز لكن هو ما خدش اللون بقى المارك اللي احنا اللي انا ممكن مثلا متخيله اللي هو يطلع من التاست حسب هيبان بقى فين في في صوره انا ممكن ابقى محتاجه هنا بس مش هقعد اعملها كلها مش هتعملها كلها هتاخد اللي انت عايزه بس بالظبط لطيف اهم حاجه وانت بتركب الطماطم احنا بنحاول نقلل بقدر الامكان اي حاجه فيها ميه عشان ما تنزلناش بعد كده في في الجنب أنا اوكي بقى هركب الطبق الايس كريم كده هوريك انا عايز نعمله ازاي وبعد كده نحاول ايه نغشه يعني انا مثلا انا بحب الطبق ده انا بحب الطبق ده جدا اه طبق تيتا يعني الرجوع الى الماضي اه مش كده آه. بص الطماطم كمان بنتعامل معاها زي البرجر احيانا بنفتحها من هنا كده اوكي ممكن بس. اخد حته واحده كده اعمل بيها كل البرجر تبقى كاني صورت ما تبص لها من هنا تحس انك كانك صورت دخلت حته طماطم كامله خلينا نحاول كده لفها عشان ايه بالك يعني اه كان هي محترمه واخده واخده الحجم كله يعني طبعاً من العيوب هنا مثلا حته الجبنه دي كانت عايزه تخش جوه كده نيجي بقى في حاجات طبعا مش هتعرف تطلع حاجه بيرفكت في وقت قصير كده <applause> بس بن... بالكمبيوتر بننظف الكلام ده وبنظبطه يعني. بس آه الصورة الواحدة، الصورة الواحدة الحلوة اللي أبروفد اللي واخدة آه... اوكي من العميل، دي بتاخد وقت مثلا قد إيه؟ معدل يعني أكيد في 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 بتختلف متوسط يعني. يعني برضو تاني لو العميل ده عميل آه... بنعمل حاجة فاست فود أو كده، لا هتاخد آه... وقت جامد جدا، أنا بركز على حاجة الناس هتخش لمدة خمس سنين تشوفها في المطعم أو حاجة وتختار بينها. وفي حاجات لازم نلتزم بيها، أنا ممكن أخش مطعم النهاردة شكل العيش في ساندوتش يطلع أحلى من من العيش في ساندوتش تاني فيأثر في على اختياري ليه؟ ما إن هو عاوز يبيع ساندوتش تاني. <applause> فلازم نوصل إن إحنا نوحد العيش كله عشان كده كنت بقول لك في ناس متخصصة تبني الحاجات دي. أه يبقى اللعب كله في المكون نفسه عشان توصل للمعادله دي ايه ده لا اشتغل هو حلو, <applause> هو حلو جدا بس اه عايز صوره يعني لا و... لا لا دي مش عايز صوره خالص <تصفيق> 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 اه بس انت يعني حتى الموضوع انت قلت حاجه شيق جدا موضوع ان احنا نوحد ان الراجل عايز يوحد العيش عشان نبقى عينينا يبص على ايه المج... اللي جوه العيش مش العيش مش العيش مش, العيش مش هو اللي هياثر يعني ده ده تفكير آه في تفاصيل تفكير آه تفكير, آه تفكير احنا مش واخدين بالنا انا كمستهلك مش واخد بالي انت بتشوف الاخر الاوتبوت ده وبتختار يعني احنا بنتحكم في اختيار الناس مش مش بنضحك عليهم بس بس انت بتوصل انك بتشد عين الزبون انه يشوف اللي انت عايز تشوفه ودي شطاره المصور او الطاقم العمل كله اللي بيشتغل بص بقى العيش لما باجي انزله هنا كده اوكي احيانا هو ده ظبط معانا شويه مم. اوكي احيانا بيبقى عندك مشكله ان هو مثلا سايب فراغ فبضطر بقى افضي من جوه هنا واركب وبعدين احفر ثاني لغايه لما يظبط معايا وده كده بس انت اه مبين جبنه الطماطم الخص طالع كده ان احنا اتفقنا ان الزاويه بتاعتنا هتبقى كده انت عندك كومنت مثلا بنقول لا طب هنلفها كده شويه لا كده لا طب دي عايزه تسيح اكتر تبتدي تسيح نخش بعد كده في اتفقنا م... على الحاجات دي نبتدي نلون او نعمل علامات ال... الج... الجريل مارك والكلام ده آه بعد كده نحط الزيت بعد كده انا طبعا معيش الادوات المفروض تبقى معايا عشان احط الكاتشب والمستردة بس هي عاده كذا شكل وكذا نوع من الحاجات اللي هي بالضخ ممكن تبقى حقنه ممكن تبقى حاجه فيها زي منفاخ في الاخر بتاع حسب انا عايز شكلها يبقى عامل ازاي في بعض الاعلانات ببقى عاوز حاجه تبقى شكلها فريش قوي م. عايز الطماطم تبقى عليها نقط ميه ايوه تمام دي بيتعمل بال يعني في سائل معين بيتحط كده باخد نقطه واركبها واحده واحده ممكن نقط زيت مثلا حتى مش زيت بميه زيت مثلا الم... حاجة الم... زيت, الم... زيت برضه بيقع أنا عايز حاجه تمسك كليسرين او بتاع ساعات بتدهن الطماطم نفسها ممكن. اتفقنا على كل حاجة خلصنا بنبتدي نثبت الساندوتش من كل حتة عشان هيروح دلوقتي هيتشال ويروح في المكان اللي هنصور فيه تمام وكده فبثبته من كل النواحي بحيث ان انا عندي ساندوتش ماسك نفسه ما بيتحركش معايا خالص وبتاع ابتدي بقى سنة بسنة اروح عامل المايونيز وابتدي طبعا دي بتطرطش مشكلة بتطرطش على البلاشه ايوه كده اوكي مثلا كده ابتدى اقفل ده. لو انا عايزه تحت <تسجيل> الخاصه ارفع الخاصه شويه <مم> فينيشنج <تكفي> تاتشز <م violation> اللي هي الحاجات اللي هي يا دوب انت بتفنش بقى بص بقى اهم حاجه انا اللي انا بعمله دلوقتي ده اللي الناس بتتعلمه في المدارس بتاعت الستايلنج اي <تكفي> بي سي البرجر بيتعمل كده كل واحد بيخلص الكورس بتاعه بياخد شهادته شكرا مع السلامه يعيش مع خياله بقى هو مع الاساسيات بقى. في سباق بقى مين هيبيع البرجر بتاعه احسن من التاني فبتبتدي تتخيل انت عايز تشوف البرجر بتاعك ازاي في ناس بقى زي ما بقول لك بتحب ترجع الساندوتش لورا وتطلع المكونات في ناس تحب تفرول شويه تعيش حوالين الموضوع مم. في كلمه دايما بنقولها مش هعرف اترجمها قوي بالعربي بس ماوس ووترنج او يعني بتجري ريق بتجري ريق بالظبط بتجري أه هل هي حلوه ولا أه تيستي؟ آه. ولا تحب ان انت كده لا ده السباق النهارده لا ولا حلوه ولا تيستي لا ماوس ووترنج آه. بشوف الصوره انا هنزل دلوقتي او هطلب ديليفري حالا من المكان كده انت تبقى نجحت في الموضوع في ناس مثلا تحب تعمل القطمه يوري ان الساندوتش فعلا كان في ايد حد وقطم منه عند دي بقى بتتعمل ازاي بتتعمل بقى, بقى بسنان معين بيخش من يعني الخبره بقى خبره الناس بتف... لا مش لا مش بقى بقى ما فيش سنان ما انت كله تبتدي تنحت تبتدي تجيب حاجه مثلا زي كده بتاع كده ت... تاخد جزء طبعا انت عشان تعملها صح صح م. لازم تعملها خطوه بخطوه لازم تبتدي تقطع حتة من العيش وبعدين تقطع حته من البرجر وتقطع حته مش طول ما انت بتبني وتركب وترجع تشوف تاني وكده أه، اتم خدت العيش مقطوع نصين ده بيتعمل لوحده وده بيتعمل لوحده بيتحطوا بس ف بس. طب المشكله الثانيه طب ادي كده تعالى بقى, بقى ناخد ده وده ونعمل مقارنه كده نعمل مقارنه كده في السريع انا والله أنا ده البرجر اللي انت عملته اللي عارف البرجر. طعمه حلو بص هقول لك حاجه لا انا دلوقتي جعت <applause> انت اللي جوعت انت جوعتني من اول الحلقه انا كده جوعت طب المشكله ما بتاعت الايس كريم احنا كده احنا حاطين الايس كريم وهو ما خدش وقت خالص ان هو قلب شوربه احنا في خمس دقايق خمس دقايق طبعا ده لو انت بتصور حاجه بقى ايس كريم انت انت قاعد اليوم طول كل ما كنا احنا مطلعين البطاطس بيوري في طبعا ايوه انت في حاجات تانيه بقى بتستخدم بدل الايس كريم صح؟ يعني بدل بديل للايس كريم يعني دول مثلا إيه ايه في كذا حاجه برضو زي ما بقول لك مدارس وبيني وبينك في ناس حتى بتحب تشتغل بالايس كريم الحقيقي مش هتصدق ان هم بيصوروا جوه تلاجات جوه الثلاجه او بيبقى في معاه حاجه كده دوب بيطلع في ناس بص انت كل شويه بتبقى عايز توصل للترم اللي بقول لك عليه ماوس واترين انا بالنسبه لي بعد شغل 10 سنين في المجال ده انا بالنسبه لي الماوس واترين مش الايس كريم نفسه السيحان حركه الايس كريم الحركه بتاعة الاكل زي السيزلنج بتاع البرجر م. زي الستيم اللي خارج من مش عارف ايه هو ده اللي بيجوعني تمام من كتر ما بشوف الحاجات دي خلاص مش مكت يعني مش هو ده ال... د... د... ما وراءه تمام او ما بعده مرحله انك انت بتاكل الاكل نفسه ايس كريم بيسيح هتعملها ازاي؟ م. ففي مواد معينه بتتعمل بعد كده بالباشبوري ده تقدر تسيحها تنزل عامله زي الايس كريم اما في ناس بتعمل مثلا حاجه تانية جنب الايس كريم ممكن تسيح ممكن تبقى اي حاجه مش بتتاكل مم. بويه ولا ولا حاجه تقيله شويه بيترسم وفي ناس بتحب تلقط ده طبيعي نحن بنحط الايس كريم وبنصور صوره والثانيه والثالثه والرابعه بيكون اللي فوق باظ بس اللي تحت شكله حلو باخد من الصوره دي اركب على الصوره دي طلع كومبوزيشن كامل الايس كريم للسيحان بتاعه لحاجه بتطرطش عليه من فوق مثلا فزق ومكسرات وبتاع ببتدي انزل شوكولاته بقى عندي مساحه من الابداع دلوقتي خصوصا مع وجود الديجيتال فوتوغرافي بتخليني اعمل الكلام ده طيب دي 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 بقى ايه انت قلت لي احضر واحده ايه جاية ثانيه اعملها برده كده تعالى نصور صوره سريعه كده للبرجر انت بتقول مثلا الباك جراوند انا ممكن مثلا اجيب العيش ده احطه هنا اه و... كده تحس ان الصوره فيها يعني باين ايه اللي داخل باين المكونات اللي داخل البرجر من صوره البرجر نفسه ومن اللي حواليه الخلفيه آه بتاعته ممكن ابتدي بقى احط طماطم واحط مش من... عارف بالظبط ده ديكور بقى انت كده بتلعب في سكه ديكور وانا مثلا لو دي مثلا انت شايف <تبتحك> اه دي كبيره آه شويه يجي ببقى آه الايس كريم مثلا باجي لو قلنا مثلا ده ايس كريم فانيليا صح؟ هو فانيليا اه بجيب أه نقط صودا ابتدي احطها جوه بحيث ان انا بالظبط لو ليمون ببتدي اقطع بشر الليمون ده ببتدي احطه جوه مثلا مثلا ايه خلينا نلعب بالمانجا تمام اه انت بتعمل ستايلنج حلو <تصفيق> <تصفيق> ما شوية اللي قعدنا كده ايه بنلعب فايه اتلقطت كام فكرة فايه عايز افكر يعني عايز احاول انفذ وانت تقول لي ايه رأيك؟ وبعدين في بقى البتاع التاني اللي هو الأسود ده اللي هناك ده برضو انت كنت بتقول لي ده ايه بقى؟ ده بص ده ده دي تجربة أنا قلت هجيبها من ضمن الحاجات لازم توسع معرفتك بالخامات عامة مش بس الأكل مم. أنت مش هتاكل الأكل تمام. بس أنت عاوز توصل لحاجة بدل كريم شانتيه استعمل كريم حلاقة أنا ما بستخدمش كريم حلاقة خالص <applause> آه. باين ها؟ آه. <applause> ف... <applause> يعني آه. تجربة هجربها يعني مثلا طبعا انا ما عملتهاش زي ما ستايلس آه محترفه بس انت شايف الموضوع طبعا انت اول ما تبتدي تشم الريحه تعرف ان ده مستحيل تاكله آه ده ما ينفعش تاكله ف... آه. ف... فدي فكره تانية في ناس بتعمل ال... ال... الكريم احيانا بطلب من اللي بيشتغل معايا ان هو يغمق لي الكريمه شويه لان الابيض ده بيضايقني في التصوير انه ما يبقى ابيض قوي انا بالنسبه لي يبقى غامق شويه وانا افتحه احسن هيغمقها ازاي مثلا يحط على لما بيحط لون اصفر مثلا او حاجه من الوان اوكي ما انت خلاص مش هتاكل بقى فانت عمال بتلخبط فمثلاً، حاجة انا عندي كان can... لو عندي اي سائل سائل اسود مثلا هو مثلا شويه <applause> سوي <applause> صوص اهو يعني انا لو لعبت السوي <applause> صوص ده انا كنت محضره عشان الون بيه <applause> البرجر يعني مثلا ايه؟ كيرميل صوص مثلا هير يو جو واو طبعا انت واخد بالك المشكله ايه دلوقتي؟ آه ان هو بيجري لازم اكون واقف بالكاميرا وبصور وده بيبقى خلاص اتفقنا على يا جماعه خلاص موافقين على الشكل ده وافقوا على الشكل ده كاميرتي محطوطه هنا وانا بصور اول باول وباخد كذا مرحله من الوقوع ده ده بيتشرب بعد كده مم. كان عسل كان ستروب فراوله كان شوكولاته أو اي حاجه وده فلازم ده التلوين ده انت هتغمق مثلا من هنا مثلا بالظبط عجبتك اللعبه اه صراحه كده بنلعب الاكل بجد يعني آه. لا هو عامه التصوير الاكل والتعب والفكر اللي بيخش عليه برضو لا كتير يعني الناس بتقعد تفكر واكيد في رسومات و وريفرنس انت بتجيب حاجه اتصورت قبل كده طب انا عايز اصور حاجه زيها او اكيد في ده اي اي حاجه فيها ابداع لازم فيها الحاجه اللي بتديك روح الابداع نفسه <applause> وانت تجمع كمان الحاجات اللي انت بتحبها مع الحاجات اللي انت شاطر فيها يعني انا من صغر يعني بحب الاكل وبحب الطبيخ وتعلمت من والدتي ومن جدتي فالاكل حاجة بتجري بدمي طب هستعمله ازاي هفتح مطعم؟ اه ممكن بس آه خريج فنون جميلة درست في عمارة وبعد كده درست تصوير عامة فإزاي امسك في التصوير يعني اللي خلاني اخش في الاتجاه ده في مرحله ما كنت كان عندي يعني كنت منزعج من شكل او او قله الاهتمام بشكل الاكل عامه في مصر سواء كان في التقديم مش بس في التصوير او في الاعلانات او كده فابتديت اخش السكه دي من هنا طيب انا هاخد التصوير اللي انا بشتغله مع الاكل اللي انا بحبه وايه المانع ان الواحد يتخصص لان في الوقت ده كان في مصورين كتير قوي موجودين بالتخصصات بي... ك... يعني ما كانش في تخصصات كان الناس بتصور اللي <applause> اللي في في سيكته يصور عربيات بتصور فاشن وبتاع <applause> بس انا حسيت ان انا مش مش هقدر اكمل كارير حياتي بدون بدون تخصص في حاجه فبدات اتخصص في الاكل وبعدين رجعت فتحت المجال تاني ان هو مش بس الاكل لا ما هو وراء الاكل وهو اللايف ستايل فوتوجرافي ازاي ناس بتاكل؟ ازاي ناس بتسافر؟ ازاي ناس بتتفسح؟ ازاي ناس بالمكون الاكل ده موجود في حياتهم؟ تصور اللي انت بتحبه وانت شغال في اللي, اللي انت بتحبه. بالظبط. هو ده يعني ده هو ده يعني ده سر متهيألي انا بعمل انا بعمل اللي انا بحبه انا بحب اطبخ. انا بطبخ كل يوم ده حاجه بعمل ما بحسش ان انا بشتغل بحس ان انت بتعمل هوايتك بس ده شغلك. انا جيت لك النهارده بكاميرا بسيطة جدا طبعاً. في رسالة كده بحب أقولها للناس إن مش لازم تكون عندك كاميرا بروفيشنال عشان تبقى بتصور أكل آه ممكن اب بسيط جدا لو أنت بتحب الطبيخ وبتحب كل يوم تصور الحاجة اللي أنت بتطبخها وتهتم بالتقديم بتاعه اب بسيط جدا في المطبخ يخليك تصور أكل تبقى أنت راضي عن النتيجة بتاعته بمنتهى البساطة أنا بكون بصور في المطبخ م. حتى انا بعمل كده مش مش باخ... ساعات بطبخ حاجه عجباني جدا مش هروح لغايه الاستوديو عشان اصور فعندي ال... مثلا حته الخشبه دي باخدها ببساطه جنب الشباك وبستعمل لما يعني حاجه بسيطه جدا لما اجي لما بكون بصور الشمس بتيجي من هنا او مفضلش يفضلش انها تبقى شمس مباشره يفضل ان تبقى حاجه مكسوره النور بسيط اللي هو نور ربنا من غير شمس مباشره عشان الكونتراست فلو انا عندي شمس مباشره اقدر اطفيها بان انا احط حته كلك او الشفاف اللي بيستعملوه في الرسومات على الشباك من الناحيه دي اصبح ده مصدر الضوء الرئيسي بتاعي وحته حاجه بيضة على فكره مش لازم تبقى دي ممكن حته طبق صغير اي حاجه مسطح ابيض صغير مثلا هحطه هنا اهو في الجنب بيعكس النور اللي جاي من من الشباك فبيديني نور اهدى شويه، اي حاجه طبيعيه انت بتا... بس ما مفيش حاجه متنوره من ناحيتين آه. في نور جاي لك من هنا ونور خفيف جاي لك من هنا. صح من مثلا الحيطه من كاميرا بسيطه جدا بيكون فيها خاصيه انك تعرف تصور ماكرو ماكرو او التصوير ماكرو عن قرب. انك تعرف تصور عن قرب. بالظبط. <applause> وحتى حتى بالتليفون كاميرات التليفون دلوقتي بدات تبقى متقدمه جدا بس يطفو الفلاش يطفي الفلاش الفلاش يبقى مطفي اه اه انا انا شخصيا يعني طبعا في شغلي بستعمل احيانا فلاشات لما اكون بصور بالليل او بس حاجه غير مباشر بس غير مباشر بيكون صوت بيدي أوه. نفس الايفكت بتاع الشباك المفتوح او بص يا شريف انا يعني بص انا <applause> احنا نقعد بقى نصور بقى الكلام ده انا عايز انا عايزكم تشوفوا بقى الفرق بس الحلقه كده هي حلقه معلومات احنا كنا بنتكلم معلومات وكنا عايزين كنا عايزين نترجم ونوصل المعلومات دي ان الاكل مش مجرد بس طبيخ والاكل اللي احنا بنشتريه بيبقى فيه ستين الف حاجه بتحصل له عشان ده يحركنا ان احنا نحب نشتريها الاكل احنا بناكل بالعين قبل ما ناكل بالسنه او بالشوكه او ايا كانت يعني بس احنا بناكل بعينينا الاول ف شريف والناس اللي زي شريف هم وظيفتهم ان هم يجوعونا واحنا سايقين في العربيه وبعد كده نروح البيت وايه وناكل لو دي حصلت لكم الراجل ده هو المسؤول مش انا شريف انا مشاكل جدا 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 بجد يعني تعبتك معايا النهارده طب احنا أنا نقعد نصور اه هنقعد نلعب شويه احنا اصلا تعالي طب انا عايز عايز صوره ناخد كده <applause> عايزين بقى انا عايزك انت بقى تختم الحلقه انا دايما بقى بقول عايزين نقول رمضان كريم للشباب. آآ انا مبسوط ان انا معاك النهارده واتمنى ان الناس تكون استفادت من المعلومه دي المعلومات اللي أن نكون ادينا ندي معلومات كافيه ورمضان كريم كل سنه وانتم طيبين. شكرا مع السلامه. <applause>